بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع فريق بيراميدز اللي خسر من نادي سان داونز بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجوله الرابعه من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا. هيصعب الموضوع على بيراميدز فرص التاهل. بالنتيجه دي اعتلى سان داونز ترتيب المجموعه برصيد 7 نقط، ومازيمبي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، وبيراميدز في المركز الثالث ب4 نقاط، ومازيمبي في المركز الرابع ب4 نقاط. النادي الأهلي أرسل خطاب امبارح لرابطة الأندية المحترفة بيعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية واللي أبرزها ضغط البطولات والمباريات. كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوراوا الياباني، وده كان امبارح في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وده لرغبة كولر في جمع أكبر قدر من المعلومات عن الفريق اللي هيلعبه في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية. معتمد جمال المدير الفني للزمالك حرص على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اللي أقيمت امبارح على ملعب انتر الأنجولي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وشرح المدير الفني للعيبة برنامج التدريب وأبرز الجمل الفنية اللي هيتم تطبيقها في المران بجانب بعض المواقف والأخطاء لتجنبها في اللقاء. اتحاد الكرة المصري تلقى إخطار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بتأهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024، وتأهل مباشرة المنتخب الوطني والمغرب وأنغولا وفقا لتصنيف أحسن 3 منتخبات في آخر كأس أفريقيا. فريق السلة سيدات بنادي سبورتنج نجح في التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية واللي أقيمت على صالة النادي السكندري بإسكندرية، وحصد سبورتنج لقب البطولة الأفريقية وده بعد الفوز على هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 103-59. محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية واللي أقيمت بجنوب أفريقيا. البطلة المصرية الصاعدة رؤية سالم توجت بلقب بطولة أمريكا لناشئات الاسكواش تحت السن 17 سنة وده بعد فوزها في النهائي على الأمريكية ديكسون هيل بنتيجة 3-1. البطل المصري الصاعد مروان عسل توج بلقب بطولة أمريكا لناشئي الاسكواش وده بعد ما فاز في المباراة النهائية على يوسف سالم بنتيجة 3-0. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل امبارح لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في نصف نهائي المونديال في البطولة اللي بتحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 ل22 ديسمبر الجاري. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمنى ومحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليكي لمي.